والله انا هو السؤال الوحيد دلوقتي ان انا عايز اعرف هو ليه مش متواجد في ساعه تدريب المنتخب. يعني هو كان مقدم نتائج كويسه مع ناس سموحه، وسمعت ان هو حصل مشكله وراح ناس سيراميكا، لكن هو كان يعني هو دلوقتي الانسب لقياده المنتخب. كابتن احمد سامي عامل طفره كويسه جدا كانت مع سموحه، لسه ده ما ظهرش مع سيراميكا. طبعا مع سموحه هو كانت المشكله اللي حصلت معايا كانت تغيير مجلس الاداره، لان كانوا مريحينه مع فرج عامر، كان مريحه جدا، كان موفر له حاجات كتير. مع تغيير مجلس الاداره والميزانيه لما نزلت ما قدرش ان هو يكمل معاهم، بس كان الافضل ان هو يكمل، كان هيعمل حاجه كويسه جدا معاهم. كابتن احمد سامي من المدربين الكويسين يعني، وفكره عاليه قوي، المفروض في الوقت اللي احنا فيه ده هو يبقى على الساحه موجود ويبقى مرشح لاقوى الدور المنتخب مصر. كابتن كويس ويقدم ان شاء الله في المستقبل حاجه حلوه، ويا ريت يجي يدرب فرق كويسه في الدوري، ونتمنى له دايما الخير دايما. كابتن احمد سامي مدرب كويس جدا، وكل الفرق اللي هو مشي معاها اذا كان طلائع الجيش او سموحه سيراميكا حاليا ماشي كويس، وهو ابن من ابناء النادي الاهلي وممكن نستفيد بيه في الكره المصريه كمدرب. هو خبره يعني فنيه محترمه، وبشوفه بيحط الخطه صح يعني وكده، وشايفه مدرب مناسب يعني. لا مدرب جميل وشاطر يعني على مستوى، كان لعب الواحد يعني طبعا في الاجيال اللي هي كانت القديمه والناس اللي هي ما شاء الله عليها، ومدرب يعني ان شاء الله يبقى ليه مكانه ان شاء الله يعني. هو مدرب ممتاز، وعامل كان عامل نتائج كويسه مع نادي سموحه، وماشي على خطى ثابته في نادي سيراميكا. هو مدرب محترم ودؤوب وبيتفانى في شغله.